ورجعنا لكم بعد الفاصل ووصفة جديدة من مطبخ توم. النهاردة هنعمل أهم الوصفات العلاجية بالتوم. ورق البردي واكتبه ورايا. تجيبي توم طازة وتقشريه وتتبليه وخل وميه، وده تستخدميه في الغربلة وغسيل الفم. أول تشربي لعلاج التهابات الحل وألم الأسنان. تاني وصفة معانا النهاردة هتجيبي توم وتهرسيه مع شوية زيت زيتون، وكده هيبقى معاكي أحلى. وكمان من فوائد التوم إن هو بيدي حيوية وبيساعد على الهضم وبيقلل النفخ البطن. ومعانا مجافة تليفونية من طيبة ونقول حتب 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 يا فندم مش عارف مره المعبد بعد اذنك مش سامعاكي. طب حتب كده سامعاني كويس؟ ايوه كده سامعاكي اتفضلي. على فكره انا بحب حضرتك جدا جدا وبسمعك من زمان. امون يخليكي بس معلش بس محتاجاكي في حاجه. اتفضلي. انا جوزي كل يوم يرجع من بنا الاهرامات تعبان وهلكان وما بيقومش، عايزينك كده تكتبي لنا حته وصفه كده تخلي عنده طاقه بقى وهو بقى يعيني بيرجع بعد ما يبني الاهرامات، يعني بيصعب عليا. سؤال حلو. انت تاخدي فصين توم وتقشريهم وتلفيهم في شاشه او قماش، وبعد كده تعلقيهم في رجلين جوزك قبل ما يروح الاهرامات.